بيتابع أحمد مكي 7,200,000 متابع، وهو بيتابع 86 أكاونت بس، ونشر لحد دلوقتي حوالي 133 صورة وفيديو. تعالوا نعرف الصور دي تفاصيلها ايه. احنا النهارده زهر النبي زي اي فنان، الاكونت كله كواليس ومشاهد من مسلسلاته وافلامه. المعروف ان احمد مكي بيعشق تربيه الحيوانات الاليفه، وعنده خلفيه كبيره جدا عن كل الحيوانات وعن ازاي بيتعامل معاهم، خصوصا الكلاب والعصافير، وحرصه على تربيتها وجمع الفصائل النادره منها واشهرهم خرشد وزينهم اللي دايما بيطلعوا معايا في الفيديوز بتاعته. من وقت للتاني مكي بيحب يشارك جمهوره بصور وفيديوز مختلفه، وهو بيعتني بالطيور بتاعته، وعلى طول الفيديوز دي بتكون ترند على السوشيال ميديا، عشان كده لقيناه ان هو ناشر اكتر من 20 فيديو وصوره. اما الفيديو اللي جاي بيظهر فيه غراب هو مربيه واسم فصيلته الغراب النوحي، حقق 1,100,000 مشاهده وكتب عليه حب غير مشروط. ومن الانستجرام نروح لليوتيوب. مكي عنده قناة اسمها مكي انترتينمنت، معظم الفيديوز عن عصافيره وتربيته ليهم، والفيديو ده حقق 2,300,000 مشاهدة، والفيديو اللي جاي حقق 147,000 مشاهدة. وبكده نكون خلصنا فقرة السوشيال لاب.